نحن نعيش الآن في ذكرى أيام ثورة 30 من يونيو، هذه الثورة التي ساهمت بشكل كبير في إحداث التغيير في مستويات عدة، وكانت الأساس لبناء عدد من المشروعات القومية الضخمة، ولعل أهم هذه المشروعات هي العاصمة الإدارية الجديدة، هذه العاصمة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس عام 2015 لتكون بمثابة مدينة اقتصادية جديدة على مساحة حوالي 184 ألف فدان، وتوفر العديد من فرص العمل للكثير من العمال، بل آلاف العمال. مشاهدينا الكرام، نصطحبكم اليوم في جولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة، نتعرف من خلال هذه الجولة على حياة أحد العاملين في هذا المشروع الضخم. مشاهدينا الكرام، وبداخل جولتنا بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتحديد في حي الوزارات، معانا لقاء مع أحد العمال لنتعرف على كيفية عمله داخل العاصمة الإدارية الجديدة. نرحب بيك، نتعرف بيك. محمود سعيد يا فندم. قول لي يا محمود، بقالك قد إيه بتشتغل في العاصمة الإدارية؟ أنا بقالي 7 شهور دلوقتي يا فندم. قبل ما كنت بتشتغل في العاصمة الإدارية كنت بتشتغل أكيد بناي في أي مكان تاني؟ كنت بشتغل في القرية عندنا قبل ما أجي الشركة هنا. كلمني عن طبيعة شغلك، أكيد في العاصمة الإدارية طبيعة الشغل مختلفة عن المكان اللي كنت بتشتغل فيه، كلمني عن طبيعة شغلك في العاصمة الإدارية. هو كطبيعة الشغل هنا تختلف خالص عن شغل في البلد، بحيث من حيث الشغل برضو في كل حاجة هنا معانا مهندسين، معانا مشرفين بيشرفوا علينا في الشغل، معانا مهندسين في أي حاجة بيعرفوها لنا، في برضو كان موفرنا برضو أتوبيسات للشركة للسكن، من السكن برضو للشركة هنا في اتوبيس بيجيبنا وبيتوبيس بيودينا. كلمني عن طبيعة يومك، ازاي يعني من أول ما بتيجي بتعمل ايه يومك بيمشي ازاي داخل العاصمة الإدارية؟ هو احنا بنصحى تمام، يعني بنيجي هنا بنركب من الباص الساعة 7:15، بنوصل هنا على الساعة 8، بنيجي طبعا بنبصم، وفي مشرفين بنروح المخزن الأول بيوزعونا على الشغل بتاعنا ويبقى العمال بتاعتنا يعني. وزي ما انت شايفه بنيجي هنا بعد ما نخلص بنيجي من المخزن بنيجي على الشغل هنا. فكطبيعه الشغل في مهندسين بتقول لك اشتغل هنا، وفي يعني بيوزع البنين اشتغل هنا واشتغل هنا تمام. برضو في يعني مش هقول لك ما بنشربش شاي، لا بنشرب شاي طبعا. وفي برضو في ساعه غدا من الساعه 12 للساعه 1 تمام. وفي برضو زي من زمان شفت دي من شويه كان في واحد بتاع سيفت، انا قلعت الخوذه جه قال البسه تمام. ففي سيفت برضو هنا يعني ده اللي محببني في الشركه هنا السيفتي، يعني بيحافظ على سلامتنا من اي حاجه، ما ان حد وقع مثلا يعني حد قلع الخوذه ما قدر لا قدر حاجه وقعت من فوق دي على دماغه يحصل له حاجه. بما انك قلت بقى التامين عليك يعني او السيفتي او الامان، كلمني بقى عن شهادات امان. اكيد سمعت عن شهادات امان او اشتركت فيها بالفعل، قول لي كده تعرف ايه عن شهادات امان او ايه رايك فيها؟ هي بصراحه يعني ميزتها حلوه ان احنا شغالين على دراعنا، جينا في اي يوم في اي وقت حصل لنا حاجه لا قدر الله ماشي تلاقي حاجه بعد كده مثلا راتب تصرف منه، راتب شهر تصرف منه، تعرفي تاكل تعرفي تعيشي، فكده يعني ميزتها برده حلوه شهادة الأمان. ازاي بتتعامل مع المشرف بتاعك؟ يعني غير بتاع السيفتي والأمان، المشرف اللي فوقيك، يعني كيفية التعامل ما بينكوا ازاي بتتم؟ لا الناس دي طبعا في قمة الاحترام، يعني لازم الواحد يحترمهم لأن هو خايف عليك، أنت تبقى واقف على الزقالة ماشي هو يبقى واقف على الأرض، فيقول لك لما يقول لك البس الحزام البس الخوذة البس ده خايف عليك، هو مش هينضر أنت اللي هتنضر. المهندسين اللي معانا برضو يعني أنا كبنا يعني المهندس ده فاهم دارس اللوح ودارس الشغل فيفهم عنا على الشغل، زي ما انت برضه شفت بيجي في حاجه في الشغل يقول لي عليها، في حاجه غلط اعملها، في حاجه كده يعني. احنا هنا دلوقتي موجودين في حي الوزارات تمام. انت اشتركت في اي مباني تانية ولا انت من ساعه ما جيت وانت بتشتغل هنا في حي الوزارات؟ انا من ساعه ما جيت هنا انا شغال في حي الوزارات، يعتبر في المبنى هنا. العمال زمايلك ازاي بتتعاملوا مع بعض؟ اوقات عملكم من الساعه كام لساعه كام؟ هو احنا يعتبر احنا زمايلنا قاعدين مع بعض اكتر ما قاعدين مع ابهاتنا وامهاتنا واخواتنا في البيت برضو انت فاهمه، فلازم تكون العمليه اخويه ان احنا نحترم بعض، ان احنا عايشين مع بعض، اكلين شاربين نايمين مع بعض، شغالين برضو مع بعض، فالعمليه بتبقى انت فاهمه ان واحد يعني
زي اكنك قاعده مع اخوك يعني. انت وزمايلك تعتبروا من اهم الناس داخل العظامه الاداريه، لان انتوا اللي بتبنوا، انتوا اللي بتعملوا وغيركم بيكمل، فانت اهم عامل او اهم عضو داخل سلسله اللي بيشتغلوا عشان العاصمه الاداريه دي تقوم. كلمني عن شعوركم وانتوا بتشتغلوا في مشروع بهذا الضخامه او يعني عملاق زي ده. والله هو كله بيتكلم عن المشروع ده، المشروع كبير، مشروع بحجم العاصمه الاداريه، فكله بيتمنى ان هو يشتغل فيه لتاريخ الواحد، ان انت بتيجي بعد كده لا ده انا كنت شغال في العاصمه، لما تشوفها بعد كده لا ده انا كنت شغال هنا في المبنى ده، ولا انا كنت شغال في الوزاره دي، ده انا كنت شغال في، انت فاهماني؟ فكله يعني حابب النقطة دي وحابب الموضوع ده. الزمالك تلعب برضو عايزين يجوا هنا ان هم يشاركوا في يشاركوا في المشروع، ان هم حابينه، ان هو مشروع كبير يعني صعب ان هو يتعمل في مصر تاني. طيب انا مش هطول عليه اكتر من كده، انا سيبك تكمل شغلك. انا بشكرك جدا يا محمود، شكرا جزيلا. على بعد 45 كيلومترا من القاهرة تقع العاصمة الجديدة التي تبلغ مساحتها 184 ألف فدان، تشمل مركزا للمؤتمرات ومدينة المعارض والحي الحكومي الذي يتكون من 18 مبنى وزاريا ومبنى للبرلمان ومبنى لمجلس الوزراء. وتسهيلا للجميع سيتم ربط العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع شبكة سكك حديد الجمهورية، فضلا عن تنفيذ مشروع القطار الكهربائي الذي سيربط العاصمة بمدينة العاشر من رمضان وبالبيس. خلال جولتنا داخل العاصمة الإدارية الجديدة لقائنا مع المهندس وائل الرجبي مدير مشروع أحد الشركات المسؤولة عن بعض الوزارات داخل العاصمة الإدارية الجديدة. بنرحب بحضرتك باشمهندس. أهلا بيك وشرفتونا. بداية عايزين حضرتك تكلمنا عن الوزارات الشركة حضرتك مسؤولة عنها في خلال داخل العاصمة الإدارية الجديدة. احنا مشروعنا عبارة عن اربع وزارات، وزارة التعليم ووزارة التعليم العالي ووزارة الاوقاف ومباني شركة العاصمة الادارية الجديدة ان شاء الله. المشروع باجمالي مسطح 25 الف متر مسطح، بيتكون من اربع مباني، كل مبنى في حدود 6000 متر مسطح، عبارة عن 2 بدروم وارضي وثمان ادوار متكررة. حاليا احنا بادئين المشروع من شهر 7 اللي فات، خلصنا مباني الهيكل بالكامل وحاليا شغالين في اعمال المباني والتشطيبات الداخليه. والشغل زي ما حضراتكم لفيتوا وشفتوا، بنبدا مع اول ضوء وما بنخلصش. احنا عندنا شغالين تو شيفت، الشيفت الاولاني من 8 صباحا ل 8 مساء، والشيفت الثاني بيبدا من 8 مساء ل 8 صباحا. الشيفت كامل بالعماله، بطاقم الاشراف، بالمهندسين، بالمشرفين موجودين، وربنا ييسر الحال. احنا املنا ان احنا ننهي المشروع في افضل وقت وبافضل جوده ممكنه، لان المشروع ده واجهه مصر، ده احنا كلنا عارفين ان شاء الله رب العالمين ده اساس العاصمه الاداريه الجديده اللي هيجذب استثمارات كتيره. عايزه حضرتك تكلمني عن عدد العمال وكيفيه التعامل معاهم داخل الاربع وزارات او الجزء اللي حضرتك مشرف عليه. احنا بنتعامل في المشروع هنا ان الاربع وزارات كل وزاره عباره عن مشروع مستقل بذاته، بالمان باور او العماله اللازمه ليه بطاقم الاشراف. احنا بيوصل عندنا حجم العماله اللي موجود في المشروع توتال من 3000 ل 3500 عامل يوميا. حجم العماله ده بيستلزم طاقم اشراف كبير لمتابعه الاعمال الخاصه بيها. العماله دي من جميع انحاء الجمهوريه، العمالة دي فيها عمالة خاصة بمقاولين من الباطن وعمالة خاصة بالشركة عندنا معينين. بنحاول نوفر الحياة الأدمية الكريمة للعامل، عاملين كامب خاص بيهم في الموقع، مزود بعيادة، مزود بمسجد، مزود يعني نقدر نقول كافيتيريا للطعام والشراب، موفرين لهم الموارد الأساسية والحاجات الأساسية للحياة. الكامب طبعا مفروش، ده جزء منهم مش بالكامل، لأن دول بيبقوا غالبا المغتربين اللي جايين من خارج القاهرة. اللي داخل القاهرة بيبقى عن طريق دورات مواصلات، بنوفر لهم وسيلة المواصلات اللي بتجمع من القاهرة بتوصل للموقع، ومن الموقع بترجعهم للسكن مرة أخرى.
بنتعامل بقى مع جميع المهن اللي موجودة، من نجارين لحدادين لبنيين، بيضين محارة، نقاشين، تركيبات رخام، تركيبات ألمونيوم، جميع بنود التشطيبات اللي موجودة حاليا احنا ان شاء الله 400 شغالين فيها. كيفية التعامل مع مشكلات العمال؟ اكيد حضرتك بتواجهك مشكلات ان العمال بيتقابلها مثلا بعض المشاكل، مثلا الشمس، فبيحصل لهم اي مشكلات صحية. كيفية التعامل مع هذه المشكلات في داخل العاصمة الإدارية؟ احنا اوريدي موفرين داخل الموقع هنا عيادة بدكتور بممرض موجودين مع بعض الإسعافات الأولية اللازمة في حالة الطوارئ اللي بتحصل، إذا كان جروح بسيطة أو ضربة شمس أو هبوط، الكلام ده كله متوفر التعامل معاه داخل الموقع. لا قدر الله لو في حالة زيادة تستدعي النقل لمستشفى، احنا متعاقدين مع 4 مستشفيات وفي عربية إسعاف متوفرة في الكم مجهزة، بحيث ان لا قدر الله في اي مشكلة بتحصل بيتم نقل المصاب مباشرة الى المستشفى. والحمد لله رب العالمين احنا حاليا تعدينا اكتر من 2 مليون ساعة عمل بدون حادثة، الحمد لله رب العالمين ما عندناش حالات وفيات خالص، لان احنا بنحاول في الاول وفي الاخر ان احنا نلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية قدر المستطاع، بحيث ان احنا نوفر المناخ الامن للعماله في الموقع. كيفيه التعامل مع مشكلات العمال؟ اكيد حضرتك بتواجهك مشكلات ان العمال بيتقابلها مثلا بعض المشاكل، مثلا الشمس، فبيحصل لهم اي مشكلات صحيه. كيفيه التعامل مع هذه المشكلات في داخل العاصمه الاداريه؟ احنا اوريدي موفرين داخل الموقع هنا عياده بدكتور بممرض موجودين مع بعض الاسعافات الاوليه اللازمه في حاله الطوارئ اللي بتحصل، اذا كان جروح بسيطه او ضربه شمس او هبوط، الكلام ده كله متوفر التعامل معاه داخل الموقع. لا قدر الله لو في حاله زياده تستدعي النقل لمستشفى، احنا متعاقدين مع 4 مستشفيات وفي عربيه اسعاف متوفره في الكم مجهزة، بحيث ان لا قدر الله في اي مشكلة بتحصل بيتم نقل المصاب مباشرة الى المستشفى. والحمد لله رب العالمين احنا حاليا تعدينا اكتر من 2 مليون ساعة عمل بدون حادثة، الحمد لله رب العالمين ما عندناش حالات وفيات خالص، لان احنا بنحاول في الاول وفي الاخر ان احنا نلتزم بمعايير السلامة والصحة المهنية قدر المستطاع، بحيث ان احنا نوفر المناخ الامن للعماله في الموقع. الصوره تساوي 1000 كلمه، ولكن مهما نقلنا صور كثيره للعاصمه الاداريه الجديده فلن نستطيع وصف مدى ضخامه هذا المشروع العملاق، الذي لن يكون حديث المصريين فحسب، بل سيكون حديث العالم اجمع وفخرا لكل الاجيال القادمه. من قلب العاصمه الاداريه الجديده، علا حجازي، تن تي في.